هات لي شوف. شو رايك بحكي ورد؟ يمكن ما هو حق ما يحكي لانه راح يفتح عليه باب جهنم. انا ما راح ارتاح لحتى اعرف الحقيقه. تكون شاكك فيني لك تعمل؟ ومين قال لك اني شاكك فيكي؟ لا انا بس بدي اعرف مين هي صاحبته لورد. حلو، فيك تسأل سكرتيرته فرح أو فيك تسأل مرته نجات، لأنه مو معقول صار المهندس المفضل عند الأستاذ ورد. تقنعني إنه مع عبقريته هالشي؟ بتوقع إنه ريما هي السبب. بكل الأحوال أنت بتعرف إنه مي رفيقتي وغالي علي كتير كتير، ومن زمان مو من هلا.